الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من استنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الدين. جزى الله الإخوة المتحدثين خير الجزاء. وهذه هي دعوة الرسل، الكلام في التوحيد والتفصيل فيه والتحذير من الشرك ومن أهله. هذه دعوة الرسل كما قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال الله عز وجل: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وأي نبي يأتي إلى قومه يقول: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فاتفقت دعوة جميع الرسل على دعوة الناس إلى عبادة الله وحده والتحذير من الشرك ومن أهله. وأي زول بيضايق من الكلام في التوحيد، ده ربنا قال: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وقال الله عز وجل: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين. وقال الله عز وجل: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. وقال الله عز وجل: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. فهذه هي دعوة الرسل. وخرج الإمام أبو داود في سننه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الرقى والتمائم والتولة شرك. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الرقى، الرقية الشركية المقصودة ليست هي الرقية الشرعية التي تكون بالأذكار كما قال ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: لها شروط، أن تكون أولا بأسماء الله وبصفاته، وأن تكون بكلام مفهوم له معنى، وأن لا يعتقد أنها تشفي بذاتها. هذه هي الرقية الشرعية. وللأسف هذه الرقية الشرعية ابتدع فيها كثير من الناس، حتى الناس اللي بيرقوا الناس رقية شرعية فتحوا لها بيوت وعملوا سكرتير كويس، والجلسة الخاصة ما عارف ب500 والعامة ب50 جنيه. وهذه من البدع، امتهان الرقية هذه من البدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمتهنها، ولا الصحابة ولا التابعون ولا الأئمة. وكما قال الإمام الألباني رحمه الله تعالى: لا توجد مهنة اسمها راقي، ما في حاجة اسمها أنا شغال برقي الناس. اشتغل شغلك، تشتغل على التالي تاجر موظف، لو لقيت زول ترقيه ما في مشكلة، لكن تمتهنها رقية فهذه من البدع. وأيضا يعتقد الناس فيك، يقول لك الناس يقول لك: والله هناك في شيخ ما شاء الله كويس تمشي عليه بيشفيك طوالي. ده لأنه زول امتهن مهنة وعمل لها بيوت وعمل لها يافطات، الناس بيعتقدوا فيه إنه بيشفي مع الله عز وجل. وأيضا فيها فتن النساء، فيها فتن النساء، المرأة ممكن ترغي لها تقع قدامك وتتكشف، وهذه فيها فتنة عظيمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كويس: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. دي الرقية الشرعية. أما الرقية الشركية التي قصدها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، دي الرقية بتاعت أبوك الشيخ، دي بتاعت الشيوخ، شيوخ الطرق،
كويس، دي رقية شركية. تي خاش يا شيخ طوال يقول اسمك، يقول لك مرحب يا محمد واطفالنا، انت جاي من الديوام عندك كذا 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 كويس، ومقضي امرك مقضي. ده من الشرك بالله عز وجل، لانه بيتعامل مع الجن. الجن بتاعك كويس، جاء الجن بتاعه وقال له ده اسمه فلان وجاء عشان كذا وعشان كذا، يقول لك ده اولياء الله. المكاشفي يقول لك يكشف ما في الضمير، ده شغال مع الجن، لا بيكشف ما في الضمير ولا شيء كويس. وتلقى خاتي الطشط والمويه تجي خاشي، يكون فيها همهمات وطلاسم كويس. فهذه هي رقية الشركية التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إنما الرقى والتمائم والتولة شرك. والتمائم كما عرفها العلماء هي كل ما علق لدفع مرض من عين أو نحوه، أي شيء علقته عشان يشيل لك العين أو المرض كويس، هذا من التمائم. والتمائم هي تنافي التوكل بالله عز وجل، لأن التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله في جلب المنافع ودفع المضار، ده معنى التوكل. لذلك التوكل لا ينبغي أن يكون إلا على الله عز وجل. تتوكل لك على شيء ثاني إنت أشركت بالله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد من حديث أبي عامر الجهني رضي الله تعالى عنه قال: قدم عشرة رهط إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايع تسعا وأمسك عن الواحد. قالوا: يا رسول الله، بايعت تسعا ولم تبايع هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عليه تميمة. فأدخل يده فقطعها، فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنما الرقى والتمائم والتولة شرك. إنما الرقى والتمائم، أو قال: من علق تميمة فقد أشرك. هذا حديث مسند الإمام أحمد. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال، حديث عبد الله بن عكيم قال: من تعلق شيئا وكل إليه. علقت لك أي شيء ربنا بيوكلك إليه. زي الآن الناس بيتوكلوا على الحجابات، يقول لابس حجاب يقول لك ده من العين وده من العارض، وكله سحر. لو فتحته تلقى يعني سحر وطلاسم ونجوم، يقول لك نجم داود وخاتم سليمان، وعندهم في كتبهم زي ما جاء في كتاب الطريقة السمانية، قال يكتب لمن به حمى. الزول عنده حمى قال بيكتب له شقش شقموش راعي الملخ نيو ملخ العجل الساعة، ده الزول عنده حمى بيكتب له الكلام ده. فده من الشرك بالله عز وجل. وانا فتحت لي الحجاب لقيت فيه سفة تنباك، واحد شيخ لفه في جلة ولبسه للزول، والله العظيم فتحته صورته للأخوان ورفعته. وغيرنا من الأخوان لقوا بعرة رابطنا، فده اللي بيلعبوا بالناس. زي ما جاء واحد كويس في مرة ولد اللعاب بيسيل منه، فمشت الفكي عشان يكتب لها حجاب، فقدر الله يعني اللعاب وقف، الرياله حقته وقفت. لما كبر وتعلم التوحيد فتح الحجاب كويس، لقى مكتوب فوق جمال عبد الناصر، فقام مشى لامه قال لها: يا اخي الدجال ده غشاك ساي عن كاتب جمال عبد الناصر. امه زعلت، مشت الفكي الصوفي، مشت له قالت له: ده شنو انت كاتب لي جمال عبد الناصر؟ قال لها: جمال عبد الناصر ده نشف ريق اسرائيل، ما بنشف ريق ولدك، ده بنشف ريق ولدك. فده اللي بيلعبوا بالناس، والله يلعبوا بعقول المسلمين. واحد ثاني ايضا يحكى انه داخل الغابه وراقب الحمار، فلقى فكي صوفي قال له: انا دار اديك حجاب كويس عشان العقارب والدبايب جوا الغابه يعني ما تصيبك بمكروه. الح عليه في النهايه بتاع الحمار ده زول نجيط، قال له: يا اخي اسمع، انت لو عندك حاجه اكتب للحمار ده، انا راكب فوق لا في حاجه تصني ولا حاجه. فده قال له: الحمار ده ربنا بيحفظه، الله بيحفظه. فقال له: يا اخي ربنا اذا بيحفظ الحمار ما بيحفظني انا؟ فحاجه كويس. ونسال الناس ديل، الناس اللي لابسين حجابات، نقول لهم: الحجاب ده بتدخل بل يعني الحمام ولا ما تدخل به؟ لانه بيقول لك هو قران وكذاب، كل الحجابات دي ما فيها قران، كلنا فتحناه. نقول له: يا اخي ها قول قران، القران ده بتدخل بل الحمام ولا بتطلع برا؟ اذا قلت بتدخل به ما بيجوز، لانه هذا امتهان
لكلام الله ولكتاب الله. ما بيجوز أدخل القرآن حمام. يقول لي خلاص أنا بقلع برا وبخش جوا. نقول له بيحفظك في النجاسات، بيحفظك في مكان الطهارة. ربنا سبحانه وتعالى بيحفظك جوا وبيحفظك برا. وبتلقى ناس معلقين صور بتاع الشيوخ، تلقى في محلات الجزارة كويس، خدت الشيخ صورة الشيخ وخدت بقر وخدت طان، خدت صورة الشيخ، هل الصورة دي في منها جوا بضاعة؟ يعني لو قلت له داير كراع من الشيخ ده ولا كيف ده؟ فيه ما في. طيب خدتيها لشنو؟ خدتيها عقيدة انه الشيخ ده يحفظ الدكان من الضرائب ومعارف ناس المحلية ويجيب الرزق ويجيب البركة، وهذا من الشرك بالله عز وجل. فلا بد الإنسان أن يعلق قلبه بالله عز وجل، يتوكل على الله. ربنا قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وقال الله عز وجل وتوكل على الحي الذي لا يموت ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يا أخي ربنا بكفيك، توكل على ربنا سبحانه وتعالى بيكفيك. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه؟ فلا بد الإنسان أن يتوكل على الله عز وجل وأن يجتنب التمائم لأنها من الشرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الرقى والتمائم والتولة شرك، والتولة أيضا من الشرك. وعرفها العلماء قال هو شيء يكتب قال ليحبب الزوج إلى زوجته أو العكس. والآن الشاب لو دار لبيت بيحبها ومثلا رفضت طوال يمشي للشيخ الفكي يقول لي البيت دي أربط لي كويس، ويقول لي دي الأولياء، دي الأولياء الله. يا أخي دي اللي بيربطوا الناس وينشر السحر ويفرقون بين المرء وزوجه. وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم. أقدم محدث بعد.